موجة صباح. يا صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين، صباح الشمس الدافية والقلوب الصافية. إن شاء الله نهاركم زين ومبروك إن شاء الله مع بعضنا. سويعتين من زمان، من العشرة حتى نص النهار، معاكم موجة صباح، معاكم مع فيفا بوكيل جويدة والإكيب الكل. نسلم عليكم الناس الكل. إن شاء الله نهار زين كما قلت لكم، برشا فقرات تستنى فيكم، برشا اقتراحات متاع بون بلان سي، فما دبارة اللي باش نبداو بها، برشا حكايات استنينا استنونا وقعدوا معانا في آخر الحكاية. كما كل نهار خميس تعودتوا بالموضة واخبار النجوم والحكايات هذيك مع خلود إن شاء الله اليوم. دونك هذا الكل ومعاه الموسيقى المزيانة. وقبل الموسيقى اليوم اخترت لنا سمية البداية باش تكون مع زياد غرسة، بيان سور شكون ما يحبش زياد غرسة. زياد غرسة، لكن قبلها نسمعوا مع بعضنا الفيل المزيان وفيلنا الكل وبرجنا شنو تقول لنا. برجك ايش يقول لك؟ صباح الخير ومرحبا بكم في برجك ايش يقول لك. نبداو بالحمل. اليوم عندك القدره باش تحطم الحواجز والعقبات اللي في طريقك، لازمك تقف مع شريك في مشاغله العائليه. الثور، باش تكون حاسم في قراراتك واختياراتك. الافليك، تنصحك باش تفصل بين مشاغلك العمليه والعاطفيه. الجوزاء، نهار رومانسي يستنى فيك، باش يكون عندك الفرصه انك تقترب اكثر من الشريك وتحلوا امور كانت عالقه. السرطان، صحيح عندك برشا مسؤوليات ممكن انها تعرضك للارهاق، لكن باش توصل اللي تحب عليه وتحقق أفضل النتائج. الأسد، ما تكونش مندفع وحاول تفهم وجهة نظر الناس اللي دايرة بيك باش ما تندمش لاحقا على تصرفاتك. العذراء، الأفليك تتحدث على مغامرة مهنية جديدة تكون فيها برشا أرباح والشريك باش يكون أكبر دعم ليك. الميزان، فما مشكلة مقلقتك اليوم تلقى لها الحل، تتمتع بمهارات كبيرة تخليك تواجه جميع الأوضاع المعقدة. العقرب، نهارك إيجابي، الأفليك تتحدث على موعد رومانسي باش يفرحك برشا. القوس، من المتوقع إنك تقابل صديق قديم يقترح عليك عرض، خمم مليح وما تكونش متسرع. الجدي، تحس بضغط كبير لكنك باش تتجاوز وتقدم القدام، حاول انك تاخذ راحه قصيره خمم فيها بهدوء في امورك المستقبليه. الدلو، يوم مناسب باش تفرح بيه باخبار استنيتها ليك برشا، الافليك تتحدث على صفقات وعقود ناجحه. نختموا مع الحوت ونقول له باش تحس بشعور فقدان الاستقرار والثقه، لكن الاوضاع تتحسن تدريجيا وترجع لسابق عهدها. كانت هذه ابراج اليوم، ان شاء الله نهاركم مبروك. برجك ايش يقول لك؟